مزار السيد المحسن بن يحيى الصوفي بن جعفر التواب الذي يعود بنسبه إلى الإمام علي الهادي عليه السلام، واحد من المزارات الشريفة المنتشرة في العراق وما أكثرها. أما موقع السيد المحسن فيقع المزار الشريف في منطقة الاحتياد في الطريق الرابط بين بعقوبة وبغداد بمسافة 3 كيلومتر إلى الغرب من مدينة بعقوبة. ومما لا شك فيه إن المزارات والمراقد المقدسة هي من أولى محطات الاعتقاد في نفوس البشر وخصوصا العراقيين، حيث يعتقد أغلبهم بأن تمس أرواحهم ونفوسهم وتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، حيث تعمد آلاف العوائل المؤمنة من محافظة ديالى إلى أغلب مزارات المحافظة للتبرك والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى على الجميع أن الإرهاب قد دمر وخرب أغلب المراقد الموجودة في محافظة ديالى، حيث أراد أن يطمس هوية وذكر أهل البيت عليهم السلام، ومنها هذا المزار الشريف، مزار السيد محسن الذي يعود بنسبه إلى الإمام علي الهادي عليه السلام. والمزار يقع على يسار الطريق للذاهب من بعقوبة إلى بغداد بمسافة تصل أقل من 1 كيلومتر، وبنية قد اهتمت بها الأوقاف وخصصت لها مجموعة من الحراس والموظفين الذين يديرون هذا المزار الشريف. نرجو أن نكون قد نقلنا لكم معلومات موجزة عن هذا المزار الشريف، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.